سبعة تسعة كان عندي جلسة أنا والأستاذ جمعة خليلي، رحنا بنقولهم إنه إحنا هنا نفذنا أمر الهدم، هدينا الطبقة رقم أربعة وهنا شغالين بتنفيذ الأمر على أساس إنه ما يخلفونا ويعطونا وقت عشان نرخص الطابق اللي تحت طابق ثلاثة. فأول إشي رفضوا هالكلام، مش عاجبهم، بدهم إياني كان لازم أكون هادد الطبقتين. صاروا يصيحوا، صارت بدها القاضي تخلفني 200,000 شيكل تعطيني مخالفة عشاني مش هادد طبقة ثلاثة، هادد أربعة ومش ثلاثة، بدهم التنتين 80 و80 متر. فبالنهاية امبارح بعد معاناة معهم اقتنعوا، لما شافوا اني فعلا قايم الطابق كامل أربعة اقتنعت انها تعطيني فترة بسيطة، انها تعطيني فترة تأرخص ثلاثة، تعطيني حظ أرخص ثلاثة، ان رخصت انا رخصنا يا بنرخص يا انهد الطابق التاني. فمعاي سنة ونص هلا اني ارخص الطابق الثالث، او بروح بعد سنة ونص على المحكمة او معي رخصة او لازم اكون هذا الطابق الثالث كمان. فاحنا رح نشتغل في الوقت الجاي نحاول نرخص وربك يجيب في الخير ان شاء الله. Thank you.